الله وبركاته أجمعين. حياكم الله وبياكم معنا، نرحب بكم في قناتنا، قناة الدكتور هيرباليست. اليوم نتناول قضية شائعة في المجتمع وهي السحر الذي يصيب الزوجين ويزعزع العلاقة والمحبة والمودة بين الزوجين. نتعلم اليوم طريقة إزالة السحر الذي يصيب الأسرة. ويخفض حجم المودة، حجم المحبة بين الزوجين. السحر يستهدف المودة بين الزوجين لزعزعة الأسرة. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. أولا، الله أخبرنا بأنه جعل بين الزوج وزوجته مودة ورحمة، مودة ورحمة. فخادم السحر يستهدف هاتين النقطتين. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن ما بين الزوج وزوجته أعظم من أي كلام نقوله، فقال سبحانه وتعالى: جعلنا بينكم مودة ورحمة. فإذا السمة الأساسية لنجاح العلاقة الزوجية واستقرار الأسرة هي المودة والرحمة، وذكر الله ذلك في بيان فصيح واضح لا غبار عليه، وحاشا لله أن يكون على ما أنزل الله على أنبيائه ورسله ما يشين، معاذ الله. فالساحر يستهدف المودة بين الزوجين ويستهدف الرحمة بين الزوجين. فإذا السحر، سحر الأسرة، يستهدف تخريب العلاقة المودة، إزالة هذا الحب، خلق مشاكل بين الزوجين. تكون أمور صغيرة جدا بين الزوجين يكبروها، يعني تحدث مشكلة صغيرة تقوم الزوجة بنفخ هذه المشكلة وتكبيرها، يقوم الزوج مشكلة صغيرة يقوم الزوج بتضخيمها وتكبيرها. وهنا يجب التوقف والتذكر بأن الشيطان يريد هذا. فإذا أول عمل هو عدم تضخيم أي مشكلة داخل الأسرة. ليش؟ لأنها إذا كبرت ستستهدف المودة بين الزوجين. وعندما يتم استهداف المودة بين الزوجين تتزعزع الرحمة وتتزعزع التضحيات بين الزوجين، فلا يعود الزوج يضحي من أجل الأسرة وزوجته، ولا تعود الزوجة تضحي من أجل زوجها والأسرة. فإبليس وجنوده أول شيء بيستهدفوه بين الزوج وزوجته المودة، فيبدأ يدخل جنوده لإزالة هذه السمة التي تطبع وتهيكل الإطار الجيد للأسرة. أخبرنا الله سبحانه وتعالى وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن سورة البقرة سورة عظيمة النفع في إطار إزالة السحر، والمداومة عليها أمر
رائع بكل معنى الكلمة. ولدينا المعوذات، ولدينا الأذكار الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. عندما يتم استهداف المودة بين الزوج وزوجته، يصير عند الزوجين تقهقر في العلاقة، بصير ضعف عام. كل اتجاه في عندنا أعشاب وزهور ونباتات، بعد ذكر الله واللجوء إلى الله وسورة البقرة والمعوذات والأذكار وما أثير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عندنا الدواء الطبيعي، الأعشاب والزهور والشاي والراتنج والصمغ الطبيعي الشجري الطبيعي المفيد المغذي. فلدينا الحلتيت، مقدار حبة حمص تبلع، مقدار حبة حمص تبلع ويشرب بعدها كوب من الماء البارد العادي صباحا ومساء. الحلتيت يزيد دوران الدم بالجسم، والحلتيت ينعش المنطقة الحساسة عند زوجي وزوجتي. ثلاثة، ينظف البطن. ليش؟ لأن الحلتيت مسهل، ينظف المصارين، وعندما ينظف الأمعاء والمصارين تتحسن عمليات استقبال الألياف الطبيعية المغذية الموجودة في الطعام، زائد تتحسن عمليات الإيض، عمليات التمثيل الغذائي، ينظف الجسم من الداخل ويزيل الطاقة السلبية في الجهاز الهضمي، زائد بأنه من أحد أفضل العلاجات للصمم، الصمم العرضي يعني اللي سببه مجهول، يعني عادي بسبب مرض، بسبب التهاب اللوستين، بسبب التهاب الجيوب، بسبب الهاب، بسبب السحر، فهو رائع جدا للأذان. زائد بأنه رائع ومنظف للدم. يقال ولا أدري، يتأكد بأن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أفضل الصلاة والسلام، يقولون تأكدوا من الحديث هل هو صحيح أم لا، أنا لا أعرف، بأن الشيطان يجري في بني آدم في الإنسان مجرى الدم، يمشي بالدم دم. والحلتيت من أحد أعظم الأشياء في هذا الإطار في تطهير الدم. يوجد أعشاب، نباتات، شاي ينظف الجسم والدم، سبق تكلمنا عنها في قناتنا، قناة الدكتور، قناة ومستشفى العشاب وقناة الدكتور هيربا لس. فالحلتيت عندنا نحن البدو وسكان الجبال الديدن في أساسيات إزالة السحر. ليش؟ لأنه فيه كل الخواص المطلوبة لدرء السحر. ولدينا الكمون منظف وغني بمجموعة فيتامين بي كومبلكس. الكمون فعال للجهاز الهضمي، تحسين عمليات الإيض، زائد لضبط الأعصاب. ليش؟ لأنه غني فيتامين بي كومبلكس. فإذا سحر الزوج والزوجة فهم بأمس الحاجة لضبط أعصابهم، لضبط إيش؟ أعصابهم. فعليك بالكمون مع حلتيت، مقدار حبة حمص حلتيت بلعا، يشرب بعدها كوبا من الماء صباحا ومساء لمدة 11 يوما إذا ما في حمل.
أو على الأقل 5 أيام أو 7 أيام. وشرب الليمون شاي الكمون 3 مرات كل يوم، 3 مرات كل يوم. الكمون إذا مزج الكمون مع بذور الكزبرة، إذا مزج الكمون مع بذور الكزبرة يهبط الطمسيون، الضغط بينزل الضغط، فيهدأ الزوجين بيرجع لهم عقلهم. فالكمون وبذور الكزبرة والحلكيت مؤازرات رائعات لمن أصيبت أسرة لأي زوجين أصيبا بالسحر. الكمون وبذور الكزبرة تهبط الضغط، تخليهم ريلاكس، يهدأوا، يعقلوا. زائد الكمون غني جدا بفيتامين بي كومبلكس مع الحلتيت اللي بيولوع المنطقة. الحلتيت بيولوع المنطقة عندك وعنده، عندك وعنده. لما يولوع أبو عوض ومعوض راح تقربوا على بعض، هيرجع الحب تدريجيا شوي شوي مع استمرار على الحلتيت 11 يوم مع شرب الكمون هذا لمدة شهر مع بذور الكزبر. الله الله، مع ما سبق من قراءة سورة البقرة وتشغيل سورة البقرة بالمنزل، بكل منزل هناك أعشاب رائعة جدا، وهناك أشياء عن تجربتي فعالة جدا في هذا الإطار، مثل الكبريت الأصفر والكبريت الأبيض والكبريت الأحمر وكل أنواع الكبريت مع الخزامة مع الزعفران مع أوراق الحبق الآس أو الآس الريحان مع اللبان مع سعف النخيل مع ورق الزيتون، ورق الزيتون مع اليانسون النجمي، حب الحلاوة البديانة، ورق الحبق أيضا حط معه، وورق السدر، وورق سيدي موسى، ورقة سيدي موسى ورق الغار يعني ورق الغار، فإنها رائعة جدا لتبخير المنزل مع الحرمل والشيح. بخري المنزل كل يوم 3 مرات 4 5 مرات 3 مرات 3 مرات كل يوم 3 مرات بخري، واستمري 2 3 شهور ما في مشكلة مع الإكثار من ذكر الله واللجوء إلى الله والتوبة إلى الله والتصدق والقنوت وصلاة قيام الليل وصلاة الضحى وإلزام البيت بتقوى الله وعدم تشغيل الأغاني والموسيقى والطبل والزمر والرأس والشيخات والشطح والمطح، وعدم تشغيل التلفاز على أشياء تجلب الشيطان الكافر والجن الكافر، فإن ذلك من الحلول الرائعة جدا والممتازة. هناك فيتامينات ومعادن طبيعية تعيد القوة لأبو عوض ولأبو عوض، ترجع لك القوة. في عندنا البلميط المنشاري، البلميط المنشاري في كبسولات بإمكانك طبيعية بيو، بإمكانكم تجيبوها من أي متاجر على الإنترنت تشتروها. في عندنا الماكة، الماكة في عندنا عصا علي كبسولات أو العشبة نفسها. في عندنا الدميانة جبارة جدا، حبتين كبسولتين الصبح كبسولتين المساء دميانة، كبسولتين الصبح بلميط منشاري، كبسولة الظهر كبسولة بالليل، عصا علي كبسولة واحدة باليوم أو كبسولتين باليوم، يعطيك النتيجة الجبارة جدا. مع شرب الكمون، شاي الكمون مع بذور الكزبرة، فإن ذلك له نفع عظيم. عندنا أشياء توسع الأوعية الدموية،
ولما تتوسع الأوعية الدموية ها بيزيد ضخ الدم بالمنطقة الحساسة وبيبلش الحب يولوع. في عندنا سيقان الجذور وسيقان البقدونس، جذور وسيقان الكزبرة، البنجر أي البنجر أي الشمندر السكري أي الشوندر السكري أي الباربا أي أعتقد البيطراف أي الشمندر الأحمر الشمندر. الكزبرة والبقدونس والبنجر غنية جدا بأكسيد النتريك الطبيعي لبيول عضوي اللي بيوسع الأوعية الدموية، يحسن تدفق الدم في الفص الجبهي، ثم باليوم الثاني يزداد تدفق الدم بالرأس وبالجسم، ثم بالأطراف بيبلش أم عوض وأبو عوض يحب بعضهم وبلشوا يطخطخوا، ترجع المودة والسحر باي 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 يا سحر. مع ذكر الله ولا الصدقات ولا اللجوء إلى الله أولا وهو الديدن في علاج السحر والرقية الشرعية، فإن لذلك نفعا عظيما إن شاء الله وإزالة تامة للسحر الذي يصيب الزوجين. هناك خلطات زيوت يدهن الزوجين بهما أنفسهم في إذا أراد، يعني إذا 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 دائما بيسحر زوجك أو بيسحروك ودائما الأسرة خربانة، مع هذه الأمور مع هذه الأمور هناك خلطات طبيعية من الزيوت يمكنك ويمكنك أخي الكريم أن تصنعها تدمجها. عندك زيت الحلتيت تدمجها، زيت الحلتيت وزيت القسط الهندي وزيت الإكليل الجبل وزيت الخزامة وزيت الزنجبيل وزيت الكافور وزيت الزيتون، زيتونة لا شرقية ولا غربية. خذ بقدونس، بقدونس سيقان البقدونس أو سيقان الكزبرة ها، ونقوم نعملهم بالخلاط ونعصرهم مع شوية ماء، نعصرهم أو نحط عليهم شوية زيت من هذه الخلطة، هذه الخلطة نحط شوية زيت مع ورق مع سيقان بقدونس أو سيقان كزبرة مع شوية زيت من هذه الزيوت، شوية مع الخلطة هذه شوية زيت نعملهم بالخلاط ونعصرهم وناخذ هذا الزيت، ادهني المنطقة الحساسة بها أنت وخلي أبو عوض يدهن المنطقة الحساسة بيولوعكم وبرجع الحب كما كان إن شاء الله تعالى. ونقول للسحر تخسى تخسى تخسى، ما لك خبز عندنا، ما لك يا سحر ما لك مبيت عندنا. أخواني أخواتي، أنا لا أتكلم إلا كلاما علميا طبيا، لا أحب الشعوذة ولا أحب العناوين الرنانة، أنا أتكلم بالمنطق بالعقل، ولا أذكر عشبة أو نبتة إلا وأذكر لماذا نستخدمها. ذكرت لماذا نستخدم الحلتيت، وقلت ماذا يفعل، وقلت لماذا نستخدم سيقان البقدونس وجذور البقدونس والكزبرة والبنجر، ذكرت ذلك ماذا تفعل في الجسم. فكل شيء يستهدف شيئا يصيبه السحر فيبعد السحر عن ذلك الشيء. بإذن الله تعالى مثل هذا الفيديو بإذن الله تعالى بقدرة الله تعالى سيعيد الأمور أفضل مما كانت، وسيرد السحر على الساحر وينقلب عليه بقدرة الله. كل يوم استهدف أنا وزوجتي من السحرة، والحمد لله رب العالمين لا يصيب، لا يستطيعون إصابة. ليه؟ يعني احنا متمسكين، احنا مؤمنين بالله، فالإيمان بالله والتمسك بالله أحد أفضل الأشياء في علاج السحر. بعدها
تأتي الأعشاب والبذور والزهور وشاي الأعشاب المفيد والمهدئ، وأيضا عندنا أيضا يمكنكم تناول شاي ورق الزهر البنفسج، فهو رائع جدا ويهدئ الأعصاب الزوجين، وتناول الشوكولاتة، تناول الكاكاو الغامق، فيه ما فيه مواد تجعل الإنسان سعيد، سترونين خليك سعيد، أكل شوكولاتة أنت وزوجتك خليك سعيد، أكلوا عسل ممزوجا بالبربلوس أي العكبر ممزوجا بغذاء ملكات النحل، فأن لذلك مع لقاح ملكات النحل، فأن لذلك نفعا عظيما إن شاء الله تعالى في إعادة الحيوية والمناعة والقوة للزوجين والسعادة إن شاء الله تعالى. أحببناكم في الله فأحبونا فيه. المساء حل على قريتنا. شكرا لكل من حضر. أبو عبد العزيز العشاب دكتور هيرباليس كان معكم، شكرا على هذه الأمسية الجميلة. إذا سمحتوا أناشدكم الله، إذا سمحتوا مشاركة الفيديو أناشدكم الله، أنا أقول أناشدكم الله مشاركة الفيديو، في زر مشاركة تضغطوا عليه وتشاركوه بالجروبات الفيسبوك، جروبات الفيسبوك يا بنات يا شباب، زائد بالواتس، بتساعدوني بتآزروني وبتآزروا القناة. لما القناة صير تكبر وتكبر أنا أقدم أكثر وأفضل وأفضل، بشجعوني أنتوا تستفيدوا وإحنا بنستفيد يا عباد الله. الله يرحم الوالدين، سيروا الله يعاونكم والله لا يبتليكم بسوء بإذن الله تعالى. طاقة إيجابية، طاقة إيجابية.